إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي لكل السادة المتابعين الأوفياء، نرحب بكم من خلال بث مباشر جديد. غادي نبقاو بعد لحظات مع السي الحوات، غيقربكم من طريقة ديال الشغال هنا على مستوى مسبح ديال المسيرة، مجموعة من التقنيات أكيد اللي كيتم استعمالها من أجل معالجة المياه ديال المسبح باش تكون في ظروف صحية جيدة. كتشوفوا مجموعة من الماتيريال اللي كاين هنا في المسبح اللي تم تشيدو في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مسبح حي المسيرة. غنبقاو أكيد مع السي الحوات المشرف رئيس عصبة جهة فاس مكلاس للسباحة اللي غيقربكم من كل الكبيرة والصغيرة تعلق بها. شكرا سي يونس، شكرا لشوف التي في على هذا الاهتمام برياضة السباحة وبمسابح القرب اللي يمكن نقول اللي كيستافدوا منها أطفال الأحياء يعني المستهدفة. كاين كما سبق الإشارة كاين مسبح هذا ديال حي المسيرة اللي كيستافد منه الساكنة أو الأطفال ديال حي المسيرة والأحياء المجاورة بحال زواغا بن سودا وغيرها. كاين مسبح ديال حي رياض سيس اللي كيستافدوا منه الساكنة اللي قريبة لحي نرجيس عوينة الحجاج وغيرها. للأسف كان عندنا مسبح ديال البطحة اللي كانوا كيستافدوا منه الساكنة ديال الفاس الجديد الملاح وليدات المدينة القديمة الصيف طالعة بفتوح وغيرها. للأسف هذه السنة يعني تم تسليمه للشركة اللي كتدبر الملاعب الرياضية ولكن تغلق في وجه هاد الأطفال ديال الأحياء ديال المقاطعة ديال فاس المدينة. يمكننا نقولوا كاينين بعض الأطفال أو الآباء ديالهم اللي اتصلوا بنا وطلبنا منهم إذا كان بإمكانهم أنهم يلتحقوا بأحد المسارح إما المسيرة ولا رياض سايس، ولكن كما قلت كنتأسفوا في الوقت لأنه هذه كلها مسابح ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي خص يستافدوا منها أطفال الأحياء المستهدفة. حنا كنطلبوا من المزيد من المسابح كما كاين مسبح في حي المسيرة، نتمناو يكون مسبح في بن سودا، يكون مسبح في المرجا، يكون مسبح في زواغا، يكون مسبح في حي واد فاس، يكون مسبح في حي المرينيين، يكون في بن دباب، يكون في قريب الفاس الجديد، يكون في البطحة اللي كاين مالوغوزمون، يكون في الرصيف، يكون في باب فتوح وفي غيرها من الأحياء باش يستافدوا في عين الشخف لا ميم شوز، باش يستافدوا ولاد الطيب كذلك علاش لا، باش يستافدوا الأطفال وباش نإيفيتيو كما قلت الغرق. الهدف ديالنا أن الوليدات يتعلموا السباحة، يمشيو يعوموا في البحر، في الواد، في السد، هذا واقع، ولكن ما يغرقوش والديهم يكونوا هانين عليهم. ربما الطريقة ديال معالجة المياه، قبل قليل في البث المباشر قربتينا من فوق يعني دابا حنا كنتواجدوا في السوسول، هنا كاين مجموعة من الماتيريال اللي كتستعملوا في معالجة المياه، ممكن تشرح لنا الطريقة اللي كيتم فيها معالجة المياه مسبح حي المسيرة؟ نعم، كاين الهيه اللي كما تنشوفوا الهيه كاين واحد السريج اللي كيتجمع فيه الماء وتيدخل اللي فلتر هذا هو الطابلو دبور من الشيخ دمو كلهم. هنا كما كتشوف واحد المجموعه ديال لي فلتر اللي العدد كبير كنشغلوهم على حساب الجوده ديال المياه كما قلت لك قبل، يعني كنقلبوا الماء عاد كنطريطيوه على حساب، يعني كاين اليوم اللي غنخدموا النهار اللي غنخدموا فيه غير جوج، كاين النهار اللي غنخدموا فيه اربعه باش تنطريطيو الماء في اسرع وقت ممكن باش يكون الله غدلي يعني جاهز ما فيهش ميكروبات للمستفيدين اللي غيجيو يستافدوا منه، خاصة كما تنعرفوا اغلب المستفيدين هما اطفال صغار. هذه عامرة بالرملة تيدخل لها الماء بعدا قبل ما نخدموها تنغسلوها. كاين هنا هاد القريعة كما يمكننا نقولوا كيبان لنا الجودة ديال الماء. دابا مثلا إذا جيتي في العشية وكيقنا هذه باش هذا كتجبرها كتكون كحلة، كنتسناوها تقريبا الماء صافي كما الآن كنشوفوه، من بعد كنطلقوا الماء تيدوز لهنا تنغسلوها تيدوز لهنا كيتصفى وتيولي يخرج ويولي يرجع للمسبح. نفس الشيء لهذا لي فلتر كلهم هادو كما قلت عامرين بالرمله، يعني عندهم واحد المده يعني على حسب التتبع ديال التقنيين اللي تيكونوا هنا يمكن تشتغل واحد المده طويله يمكن في واحد المده قليله، يعني ذاك الرمله اللي فيها كتولي كتيبس يعني مع الدواء مع هذا يعني الا ما كانش التنظيف ديالها كتيبس وكاين منها كيخصنا ديك الساعه نخويوها ونعاودوها. واش هذه العمليه
كتقوموا بها باستمرار ولا بعد شي مره كتخليوا لابيسين مرسخ؟ واش ديما كيتغسل لابيسين؟ لا يوميا، الا ما درناش هذه العمليه يوميا غنجيو في الصباح نجبروا خضر. دونك تنديروا هذه العمليه كندير كندوروا كما قلت، ملي كنساليو الحصه تيدور الماء، من بعد تنحبسوه تنديروا التريتمون، كنديروا الكلور ولا على حسب شنو غنديروا، ولا الفلوكينو ولا ولا ولا، تنديروا الدواء تنخليوه على الاقل واحد 6 ساعات باش داك الدواء تيهبط داك لي ميكروب لي باكتيري تيهبطو من الارض. في الصباح تيجي التقني وتيدير لا بريز دو باري، تيجمع داك الاوساخ داك الميكروبات اللي طاحت في الارض تيجمعها، وكتمشي لي زيكو وكتدخل كاين اللي كتلقى هنا وكاين اللي كتمشي لي زيكو داك القوي تيمشي لي زيكو. يعني يوميا هاد العمليه تنديروها. ندخلوا لداخل شويه باش نشوفوا بطبيعه الحال الحيثيات. كاين واحد المسبح كما قلت لي قبل قليل في فيديو ليه، ذاك الماء اللي كيجي من ذاك من المسبح من الفوق كيعاود يهبط هنا وكيعاود يدور السي الحوات، غيحاول يقربنا السي الحوات بطبيعه الحال. غيخليك غيقربنا بطبيعه الحال من نتمناو على ان الويفي يوصلنا مزيان لان الطريق بالهاتف اخر. اذا كتشوفوا السي الحوات هنا شنو كاين هنا؟ هنا كاين واحد السريج، يعني كل مسبح على قد لا كاباسيتي ديال الماء اللي فيه تيدار له واحد السريج كيتسمى باشدو، يعني كيتجمع فيه الماء قبل ما يدوز لهنايا وكيتصفى ولا يخرج لابيسين. دونك هنا كيتجمع الماء عاد تيدوز لي فيلتر وكيتصفى ويرجع للمسبح. شكرا لك السي الحوات. غنمشيو ونطلعوا من هنا في البث المباشر باش نشوفوا لابيسين كيفاش دايرين. نطلعوا في نفس البث المباشر، اجيو معنا متابعينا الكرام شوفوا الاجواء كيفاش دايره هنا. بطبيعه الحال كنحاولوا نقربكم من كل كبيره وصغيره تتعلق بالمسبح ديال حي المسيره، هذا تبنى في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. بغات تمشيو معنا متابعينا وتشوفوا غادي يطلعوا حتى لابيسين، اجيو تشوفوا معنا معكم في بث مباشر. اذا هذا السوسول كيفاش كيتم معالجه المياه، نتمنى لنا الريزو يكون واصل مزيان. شاهدوا معنا متابعينا هذه الباب اللي هبطنا منها، حنا كنحاولوا نقربوكم لان ما غنخليش الجدل اللي يوقع في مدينه فاس اكيد كل كبيره وصغيره تتعلق بكل المسابح ولا القضايا ديال الشارع المحلي اللي غنطرقوا ليها. اذا هنا الفتره اللي غتفتح في وجه العموم غتكون من الوحده للربعه. المسبح هو نقي، حنا كنا تحت منه. اذا حنا كنا تحت المسبح السي الحوات، فين بلاصه كنا بالضبط؟ هذه الجهه يمكن اعتقد كنا هنا. لا في هذا في هذه الجهه في هذه في هذه لابارتي هذه. نعم دابا شفت المسبح خواش، علاش واش غادي يدخل الايكيب الاخرى من الوحده؟ دابا من المفروض كيكونوا مجموعه اخرى ديال الاطفال. نعم فهمتي، اللي كيلتحقوا وكيتعلموا يعني بنفس الطريقه اللي شفنا الاولى. نعم هاد الحصص ما تنديروش فيهم عدد كبير. نعم باش يستافدوا اكبر عدد ديال السباحين. تنحاولوا ما نتعداوش لكل مؤطر، كنحاولوا ما نتعداولوش 10 ديال الاطفال باش يستافدوا الوليدات في اقل وقت، خاصه ان ما عندناش مده طويله يعني ديال شهرين يعني يلاه باش نعلموا الوليدات فيهم. هذا النهار يعني كما قلت من الوحده الفوق غنبداو العمليه ديال التيكيات للاطفال اللي ولكن بعدد عاود كذلك محدد ومؤطرين يعني بمنقيد وبأطر اللي كنشوفهم الان هما تيلتحقوا هما اللي غيستافدوا من هذا المسبح. شكرا لك. ملي غدير الخمسه ديال العشيه 5 ل 6 ومن 6 ل 7 عاود كاين اطفال اخرين اللي تيجيو يستافدوا كذلك من الطروز ديال السباحه. ملي كدوز السبعه تنطلقوا نبداو التريتمون ديالنا ديال لابيس. بالنسبه اللي تيكي من وحده للربعه يعني؟ الربعه نعم، من وحده للربعه. شكرا جزيلا لك السي الحواس. اذا كما كتشاهدوا حتى ان ربما كاين هنا كاين لي فيستير، كاين فين يبدلوا الناس حوايجهم، كاين كل شيء. كتشاهدوا بطبيعه الحال صراحه مسبح في المستوى المطلوب، وهذا جاي في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي اكيد ديال سيدنا الله ينصرو. كتشوفوا حتى هذا الطواليط هذا لي فيستير كذلك في المستوى المطلوب. ها انتم شاهدوا معنا يعني بكل وضوح يعني مسبح يعني بمعايير محترمة جدا، مسبح بمعايير كبيرة. اجي تشوفوا الموقع كذلك مع لبرا باش تعرفوا. هذا قلت هذا مشروع في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تشوفوا هنا كذلك الموقع ديال المسبح. إذا مع الوحدة ممكن أنكم تجيو. غادي ندخلوا مرة أخرى متابعينا الكرام من أجل تقريبكم من كل كبير وصغير. إذا غنخليكم، شكرا لحسن حسن مشاهدة، إلى ما اللقاء بث مباشر آخر. كان معكم مراسل قناة منصف بودري، السلام عليكم ورحمة الله. كنعاود نذكر نهار الحد راه كاين كأس العرش اللي غيتنظم هنا لكرة الماء
والدعوة راه موجهة للجميع. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله.